تابعنا مع حضراتكم مشاهد من أول أيام التشريق التي تستمر لمدة 3 أيام. كل سنة وحضراتكم بألف خير، ولسه فقراتنا مستمرة معاكم في صباح الخير يا مصر. طبعاً وإحنا بنتكلم في أيام العيد، في بعد الذبح في فسح وفي خروجات وفي استمتاع، يومين أجازة بنحاول إحنا نستغلهم على قد ما نقدر عشان نرفع عن نفسنا، بس في نفس الوقت يومين العيد اللي فاضلين اللي جايين في موجة حر شديدة شوية، موجة ممكن تسبب لنا مشاكل صحية مفاجئة أثناء فسحتنا وخروجتنا. وهنا بيجي دور الإسعافات الأولية. طبعا الإسعافات الأولية إزاي أتعامل مع الموجة الحارة دي، وكمان إزاي أتعامل مع أول أيام العيد امبارح مع ذبح الأضاحي، ممكن يحصل إصابات أو جروح يصاب بيها من يقوم بذبح الأضحية. ودي يعني عنوان اساس النهارده في الفقره اللي معانا في صباح الخير يا مصر، ازاي اتعامل بشكل سريع وفوري واعمل اسعافات اوليه مع الاصابات والجروح نتيجه ذبح الاضاحي. هنعرف اكتر تفاصيل مع ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا في استوديو صباح الخير يا مصر، دكتور محمد عبد العزيز، المدرب الدولي المعتمد في الاسعافات الاوليه. وكل سنه وحضرتك طيب يا دكتور، منورنا. بنور حضرتك في البدايه، كل سنه والامه العربيه والاسلاميه بخير بمناسبه عيد الاضحى. فيما يخص جزئية الإصابات اللي ممكن تحصل نتيجة مثلا ذبح الأضحية، فإحنا عندنا أنواع الجروح المفتوحة الشهيرة، هم 4 أنواع. في نوع الأولاني ده مش خطير خالص، مش محتاج إن الشخص يروح بالمستشفى، ولكن في 3 أنواع تانيين هم اللي خطرين ومحتاجين إن إحنا نعمل حاجات الأول قبل ما نروح المستشفى. نبدأ ناخدهم واحدة واحدة من الأقل خطورة للأكثر خطورة. أول حاجة عندنا مثلا الخدشات أو السحاجات، ده بكل بساطة إن الشخص مثلا في حاجة حكت فيه فبدأ ينزف نتيجة تمزق بعض الشعيرات الدموية الصغيرة، ده بكل بساطة هنغسل مكان الجرح بمية وصابون أو هنبدأ نطهرها ببيتادين وهنلفها بشاش، وهي مش محتاجة إن احنا نروح خالص لدكتور أو إن احنا نروح الإسعافات. وده بيقف على طول، هو كده كده أصلا الجرح طالما مش عميق وسطحي فمش محتاجين أي تدخل طبي. تاني حاجة بقى الخطيرة والشائعة خاصة في فترة الأضحية، إن مثلا حد بالسكينة أو أي أداة حادة قطع جزء من أجزاء الجلد بالطبقات بتاعته وبدأ يحصل نزيف شديد. هفترض مثلا إن أنا اللي موجود، أنا لازم قبل ما أفكر إن أنا أسعف الشخص اللي اتصاب أفكر في نفسي أنا الأول، ما أنا ممكن أكون الشخص الوحيد، فلازم قبل ما أعمل أي إجراء أكون مأمن نفسي كويس، ما ينفعش إن أنا أروح ألمس دم بإيدي على طول دايركت. بأي بشكل بسيط جدا نلبس اي جلافزات، في جلافزات البلاستيك موجوده في اي بيت مصري او حتى اي كيس، المهم ان انا ما اعملش ايه المس الدم بشكل اساسي. بعد كده هجيب اي شاش او قماش نظيف وهبدا اضغط مكان الجرح بشكل كويس، واثناء الضغط على مكان الجرح ممكن اطلب من الشخص ان هو يرفع ايده مثلا لو هي فيها جرح فوق مستوى القلب، لان ده هيقلل من تدفق الدم من القلب للجزء المصاب فيبدا يهدي من النزيف. فكرة ان انا احط بن، احط كريم، احط الحاجات دي كلها حاجات خاطئة وهتبدأ تلوث مكان الجرح، وانا مش عايز الجرح يبقى ملوث لما اطلع بيه على الاسعافات الاولية. في برضو حاجة تانية شهيرة خاطئة، ان انا مثلا لو حطيت شاش او قماشة واتملت دم، فكرة ان انا اشيلها واروح اجيب قماشة تانية احطها ده شيء خاطئ. ليه؟ لان بكل بساطة الجسم في الفترة اللي فاتت بدأ يعمل شوية عوامل تجلط ويكون حاجات توقف النزيف ده، فلما انا اجي اشيل القماشه الاولى بالتالي هكون كسرت كل اللي الجسم بناه والجسم هيبدا يشتغل من اول وجديد فهياخد فتره اطول. وبالتالي انا لو حاطط قماشه اتملت دم الحاجه اللي لحد ما اروح المستشفى الموضوع يستدعي ان انا اروح مستشفى، افضل القماشه دي موجوده على الجرح لحد ما اروح بالظبط عشان ما ينزفش طبعا اثناء الفتره من مكان الحادث للطوارئ. احط القماشه اتملت دم، بحط قماشه ثانيه وببدا الفه بشاش، والشخص ممكن يرفع ايده او لو هو مثلا رجله بيرفع رجله بحيث ان هو يقلل من تدفق الدم ويروح المستشفى وبيتعاملوا معاه وبيبداوا يخيطوا الجرح. في نوع ثالث عندنا مثلا الجروح الوخزيه، بمعنى ايه؟ ان مثلا في اداه حاده دخلت وغرزت جوه الجسم. اللي فاتت الجروح القطعيه هي حاجه اتقطعت بس خلاص، يعني مثلا السكينه في ايدي اهو والجرح هنا، لا النوع الثالث السكينه جوه من الاداه جوه بالظبط، في حاجه غرزه جوه الانسجه بتاعت الجسم. طبعا غلط جدا 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 ان انا اسحب الاداه دي بنفسي وانا في الشارع او انا في مكان الحادث، ده شيء خاطئ. ليه؟ لان ممكن الاداه يكون شكلها اتغير بعد ما دخلت جوه التانت ولا حاجه، فانا ممكن وانا بشيل اقطع اورده، اقطع شرايين، اقطع اعصاب، فالموضوع بس تبقى مؤلمه قوي اعتقد انها تفضل يعني. لا الافضل والاصح كاسعافات اوليه هجيب شاش وهلفه حوالين الاداه الحاده وهلفه بعد كده بحيث ان انا اثبت الاداه الحاده.
في حالات كتيره جدا لما بتجي لنا في الطوارئ طالما الاداه الحاده ما اتحركتش من مكانها من ساعه دخولها ممكن نسحبها احنا بطريقه معينه نمنع حدوث اي مضاعفات والشخص بيرجع بشكل طبيعي. في حالات انا شفتها كانت الاداه الحاده في الرقبه في الدماغ وكل ده اتشال بشكل طبيعي ومفيش اي حاجه حصلت، بس المهم ان الشخص ما يحركش الاداه الحاده او يحاول ان هو يشيلها لان ده يسبب نزيف مبالغ فيه. اخر نوع معانا من الجروح، مثلا الجروح اللي ممكن حاجه فيها تتنزع او تتقطع. فرضا الشخص بالغلط وهو بيقطع عقله مثلا اتقطعت لا قدر الله، صباع اتقطع لا قدر الله، لازم اهتم الاول بالشخص لان احنا مثلا كبشر عندنا في معدل 5 لتر دم في جسمنا وبيكون عندنا مثلا حوالي نص لتر دم احتياط في البنكرياس، ولو حصل نزيف اكتر من 2 لتر دم خرج من الجسم ده ممكن يسبب صدمه والشخص يخش في غيبوبه. فلازم اهتم الاول ان انا اوقف النزيف، بعد كده ابدا اشوف فكره الجزء اللي اتقطع او حصل له مثلا نزع من الاداه الحاده. فالبدايه دايما ان انا هوقف النزيف بنفس الحاجات اللي قلناها، البس حاجه في ايدي، اضغط على مكان الجرح، الف مكان الجرح بشكل كويس. طب انا مثلا الصباع اللي اتقطع او كف الايد اللي اتقطع الى اخره، لو عايز احافظ على حيويته بحيث ان انا لما اروح الطوارئ او لدكاتره التجميل يقدروا ان هم يخيطوه تاني. رقم واحد، هضطر ان انا اجيب حاجات من الصيدليه، مش هينفع للاسف بقى حاجات البيت، هجيب شاش عادي خالص ومحلول ملح. بكل بساطه الشاش ده هبدا انقط عليه شويه محلول ملح وهلف فيه مثلا الصباع المقطوع، بعد كده هجيب كيس بلاستيك فاضي عادي واحط جواه الصباع وهو ملفوف بالشاش ده وهقفل الكيس، هجيب كيس تاني كبير واحط فيه شويه تلج واحط جواه الكيس الصغير. يبقى انا دلوقتي رايح الطوارئ لافف مكان الجرح وموقف النزيف باكتر طريقه ممكنه انا قدرت اعملها، بالاضافه الى ان الصباع ملفوف بشاش متنقط شويه محلول ملح وموجود جوه كيس، والكيس ده موجود جوه كيس اكبر جواه تلج. ساعتها الدكاتره هناك هيقيموا حاله العضو المبتور وهيبداوا يقيموا حاله المريض، ولو فعلا في قدره ان احنا نعيد تاني خياطه الجزء المقطوع في المكان بتاعه والشخص يقدر يحرك صباعه مثلا او ايده اللي اتقطعت هنبدا نعمل كده بالفعل، ولكن دي الحاجات الصح عشان نحافظ على حيويه العضو وننقذ الشخص لحد ما يوصل للاسعافات. يعني كلها حالات صعبه جدا يا دكتور الحقيقه، بس ربنا يسلم الجميع. طيب ده في حاله الاصابات اللي ليها علاقه بالجروح وان كانت بقى القطعيه او الوخزيه زي ما حضرتك قلت، لكن احيانا برضو من ضمن الحوادث اللي بتحصل اثناء التضحيه فكره الخبطات، يعني انه الحيوان نفسه ممكن يسبب مثلا يخبط الجزار او بيخبط شخص واقف جنبه، ده بيتم التصرف معاه ازاي؟ في البدايه انا ببدا اخاف لو في مثلا نزيف داخلي. فلو في البدايه خالص لو في مثلا اي خبطه او كدمه الافضل ان انا احط عليها تلج بحيث ان هو بيوسع الاوعيه الدمويه فيبدا يزود من تدفق الدم للمنطقه المصابه فيبدا الشخص يتعافى بشكل اسرع. طبعا لو في مثلا لو الخبطه كانت بسيطه فمش محتاج ان هو يروح المستشفى، اكتفي بالكمادات البارده، لكن لو الخبطه كانت قويه او عنيفه فلا، الافضل ان الشخص يروح للاسعافات بس ان احنا بنعمل عنده شويه فحوصات نطمن على الاعضاء الداخليه ان لا قدر الله ما فيش فيها اي نزيف او في اي حاجه اتصابت. طب اللي بيذبح الاضحيه والناس اللي حوالين من بيذبحوا الاضحيه نفسها، هنا اهميه الوعي بالاسعافات الاوليه، لان احنا للاسف الشديد في بعض الاحيان بنتدخل في الوقت الغلط او بنتدخل بشكل خاطئ ممكن يسبب مشكله اكبر. لو في مثلا جرح معين قطعي او وخزي او في حتى رفصه من الاضحيه للرجل اللي بيقوم بالذبح، فدي ممكن تعمل مشكله كبيره. ايه اهم الارشادات برايك يعني اللي ممكن نقولها لو حصل حاجه اتعامل ازاي في من يحيط بهذه الاضحيه؟ طيب اهم حاجه طبعا قاعده اساسيه بنقولها في الاسعافات الاوليه، لو انت ما تعرفش ما تتدخلش. ممكن انا تدخلي عن جهل مثلا او حتى على رغبه ان انا اساعد الشخص ده اضره بدل ما افيده. فبكل بساطه لازم كلنا نكون حافظين رقم الاسعافات الاوليه، هو سهل عندنا في مصر 1 2 3. انا لو بالظبط لو انا اتحطيت في موقف ومش عارف اعمل ايه وعايز اساعد الشخص ده بسرعه بكلم الاسعافات وبقول لهم مثلا انا معايا فلان الفلاني حصل وضع 1 2 3 ومثلا دلوقتي بعد الحادثه والرقم 1 2 3 بالظبط. هم هيقولوا لك مثلا لو الحاله مستدعيه اعمل الخطوات بالترتيب لحد ما احنا نوصل ونسعف الشخص ده. هو بيقول لك تعمل ايه كمان بالظبط. فالموضوع هيكون مفيد جدا ان احنا نكلم حد مختص او مثلا لو في حد عارف الاسعافات الاوليه، لان طبعا في برضه
فكر خاطئ ان الاسعافات الاوليه دي حكر على الكوادر الطبيه، ده شيء خاطئ جدا. صحيح. الاسعافات الاوليه دي الحاجات اللي لازم كلنا كمجتمع نكون على درايه بيها عشان نسعف الشخص لحد ما يوصل للمستشفى، بعد كده بقى المختصين يبداوا. الاسعافات الاوليه الحقيقه دكتور ممكن بالفعل يعني تنقذ حياه انسان، يعني في بعض المواقف بجد يا اما بتنقذ حياه انسان يا اما بتسبب كارثه الحقيقه. بالظبط. طيب دكتور، بعيدا عن الذبح واول يوم العيد، احنا بقى خلاص بقى خروجات العيد والجو حر جدا، درجه الحراره عاليه جدا، الناس اللي بتنزل في الشمس حقيقي يعني الموضوع بجد بيبقى صعب بشكل كبير، وبقينا بنسمع مصطلح الاجهاد الحراري، وبقينا كنا بنسمع ضربه الشمس حافظنا ففي اجهاد حراري كمان، فعايزين نعرف من حضرتك اولا الفرق بينهم، وازاي نقدر نتعامل لو شخص ان كان اصيب بضربه شمس او حتى باجهاد حراري. طيب في البدايه كده لازم نعرف ان احنا عندنا منظم لدرجه حراره الجسم موجود في الدماغ تحت المخ، ده بالظبط عامل زي الترموستات بتاع الثلاجه، يعني مثلا احنا في الثلاجه بظبطها على درجه حراره معينه عشان تبرد بدرجه حراره معينه الاكل اللي موجود جوه. انا برضو الجسم بتاعي يعني ربنا خلقه لنا متظبط النورمال بتاعه ما بين 36.5 و 37.2، احنا لما نيجي نقيس درجه الحراره 37 ده انت كده كويس. بما ان منظم درجه حراره الجسم سليم وانا بدا يحصل عندي شويه اعراض فده اجهاد حراري، ده مش حاله طارئه، مش محتاج ان انا اروح للطوارئ. لكن لو المنظم بتاع درجه الحراره بدا يبوظ فده معناه انها ضربه شمس او صدمه حراريه. طب ايه الفرق ما بينهم؟ بكل بساطه في البدايه احنا واقفين في مكان حر، الجسم هيبدا يعرق بشكل غزير. هل العرق في حد ذاته حاجه سيئه؟ لا بالعكس، ده حاجه كويسه جدا 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 ومن وسائل التبريد بتاعه الجسم. انا بتعرض لحاجه حاره بس زي ما قلنا احنا الثيرموستات مظبوط ايه ان احنا نبقى 37 فابدا اعرق بما اننا في مكان حر. بس المشكله في العرق الغزير ان انا هبدا افقد سوائل واملاح معدنيه مهمه جدا جوه الجسم زي البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم، فده اللي هيعمل لي اعراض. طب الاجهاد الحراري انا عندي منظم الحراره سليم، يعني انا هبدا اعرق عشان اعوض فرق الحراره الشديد الخارجي. طب ازاي اتعامل معاه؟ هبدا احس في الاول بشويه اجهاد بشكل عام كده، ممكن شويه تقلصات عضليه، حاسس نفسي تعبان، وده كلنا ممكن نتعرض له لما نكون شغالين مثلا والصبح احنا اتعرضنا لفترات طويله من الشمس ورجعنا البيت مش قادر اعمل اي حاجه. بكل بساطه لازم نعوض الحاجات اللي تم فقدانها. انا فقدت سوائل يبقى لازم اشرب سوائل بكميات كبيره، فقدت معادن اشرب مثلا عصاير فريش، اشرب حليب، ابدا اشرب حاجات ترجع سوائل كتير. بالظبط، اكل فواكه خضروات، الحاجات دي هترجع لي تاني المعادن اللي انا فقدتها. ممكن برضو بعض الكمادات البارده في الدماغ تحت الابطين ما بين الفخذين، كل دي بتساعد على تهديه الجسم. ممكن اخد شاور بارد وابدا اقعد مثلا في مكان التهويه بتاعته كويسه، ما افضلش بقى في مكان خارجي او التهويه بتاعته وحشه، ده كله هيساعدني ان انا اتخلص من الاجهاد الحراري. زي ما قلنا الاجهاد الحراري مفيش مشكله في المنظم، المنظم الحمد لله سليم وشغال، بس انا عرقت كتير. طب احنا بنخاف من ايه اكتر؟ بنخاف من الصدمه الحراريه او ما يسمى ضربه الشمس. دلوقتي الشخص ده كان واقف لفتره طويله تحديدا ما بين يعني مثلا 10 11 الظهر ل 2 3 العصر، دي اكتر فتره بيبقى فيها اشعه الشمس قويه جدا. بالظبط، اشعه الشمس بتكون عموديه فقويه جدا جدا جدا. لو الشخص فضل واقف لفترات طويله قوي ده ممكن يبوظ السيتنجز اللي موجوده للترموستات بتاع الجسم، فبدل ما هو كان متظبط ان النورمال مثلا من 37 ل 36.5 لا يبدا يتظبط ان الطبيعي ان هو يبقى 40، فالجسم يبدا يبعت اشارات خاطئه لكل الاعضاء بتاعته انه يا جماعه احنا الطبيعي بتاعنا 40 درجه مئويه، فبدل ما انت كنت بتعرق بشكل غزير عشان تبرد الجسم العرق هيتوقف. ما خلاص، ما هو بالنسبه له ده الطبيعي. مثلا الوسائل التبريد التانية هتبدا تتوقف، الشخص هيبدا يعني ان جلده هيبدا يبقى جاف بشكل شديد جدا، هيبدا نحس باحمرار عليه، ممكن يحس كمان بدوخه ويحصل له اغماء. بالظبط، احنا بقى بنخاف من كده. طب هفترض حالتين، الحاله الاولى الشخص لسه واعي، الحاله الثانيه الشخص مغمى عليه. في كلتا الحالتين احنا لازم نكلم الاسعاف، بس في حاجات ممكن اعملها في البدايه اساعد الشخص ان هو يحسن من حالته قبل ما يروح الطوارئ. في البدايه لو الشخص واعي برضو اشربه سوائل كتير، دي طبعا ابعده عن مصدر الشمس مباشره، يعني اروح لمكان فيه ظل او مكان بعيد تماما عن الشمس. بالظبط، ننقل المصاب الاول من اي مكان فيه حراره لمكان مثلا فيه ظل او مثلا مكان يكون فيه التهويه كويسه، يعني مثلا سواء المروحه او تكييف الى اخره.
ممكن برضو نبدأ نرش شوية مية باردة على أعضاء الجسم بتاعت الشخص بحيث إن هو يبدأ يسترد الحرارة بتاعته أو يفقد الحرارة الزايدة اللي موجودة فيه. ممكن حتى ياخد دش بارد أو ينام مثلا في بانيو مليانه مية باردة، وده كله هيساعد. أكتر حاجة احنا عارفينها دايما لما حد يبقى عنده أو يصاب بضربة الشمس على طول أوديه أدخله في مية باردة جدا أو مية ساقعة جدا. بالظبط. ده تصرف سليم؟ ده تصرف سليم. وحتى بعد ما يخرج من المياه الباردة لازم يقعد مثلا في مكان مكيف، هواء او سواء هواء تكييف او هواء مروحة. في ناس ممكن تقول طب هو ممكن يجيله برد، وحتى لو جاله برد انا دلوقتي انا بشوف الحاجة الخطيرة. صحيح. اللي ممكن تسبب مثلا لا قدر الله الوفاة، لازم اعالجها. البرد موضوعه سهل بعد كده. طب ده لو هو واعي، لو هو مش واعي لا لازم على طول اتصل بالاسعافات 1 2 3، ابدا انقل الشخص بعد الاغماء لمكان سليم عشان مثلا لو هو وقع في الشارع لا قدر الله او في مكان شغل، وابدا استنى الاسعاف تيجي. ممكن الفتره دي اخفف الملابس اللي عليه، لو هو لابس جاكيت او لابس حاجه تقيله ممكن اخففها بحيث ان هو يبدا يفقد شويه من حراره الجسم اللي متخزنه. برضو ممكن كمادات موجوده في الصيدليات بشكل طبيعي، بنشتري حاجه كده كمادات بتبقى موجود فيها شويه تبريد، نحطها برضو في الاماكن اللي ممكن تطلع لنا الحراره، سواء تحت الابطين ما بين الفخذين او على الجبهه. وبرضو بنبدا نحمي الشخص من الحاجات المحيطه بيه لحد وصول الاسعاف، وان هم يتخذوا الاجراءات اللازمه لما يروح المستشفى بقى هيبقى احسن، لان هم يبداوا يعلقوا له محاليل تعوض له الفقدان، وبرضو يشوفوا له ايه المعادن او الاملاح اللي هو فقدها. وبنفضل نعمل الحاجات دي لحد ما تاني السيرموستات بتاع الجسم او منظم درجه الحراره يرجع لنا. يعني في وقت يعني او في مده زمنيه لازم ان كان الشخص المصاب او اللي موجودين حواليه يتصرفوا فيها؟ هو طبعا الاحسن كل ما كنت بتصرف اسرع كل ما كان احسن، ولكن الدراسات بتقول ان الغيبوبه اللي هتحصل نتيجه صدمه شمس حراريه او ضربه الشمس فهي مثلا مش هتكون خطيره قوي الا بعد مرور يوم. فالحمد لله يعني في فتره عندنا فتره كويسه ان احنا نلحق فيها الشخص يعني، ونوديه نكلم الاسعاف ويوصل وياخده ويتعامل معاه بشكل صحيح. طيب برضو هرجع تاني للاجهاد الحراري. في ناس بتقول انه هي وقفت في الشمس مثلا فتره طويله، حست شويه باجهاد بس مش لدرجه ان هي حست بالاعراض يعني في وقتها، بالعكس حست باعراض بعدها بفتره. فالاسعافات الاوليه المفروض ان احنا نكون على درايه بيها عشان نتعامل ان كان في لحظات الدبح او حتى في التعامل مع درجات الحراره العاليه. مع الدكتور محمد عبد العزيز مدرب دولي معتمد في الاسعافات الاوليه. دكتور رجعنا حضرتك مره ثانيه، ويمكن قبل الموجز كنت بسال حضرتك على فكره الاجهاد الحراري، وفي ناس كانت بتتكلم على فكره انه احنا بالفعل تعرضنا لدرجات حراره عاليه ودرجه وللشمس لمده كبيره لكن حسينا بالاعراض خلال بقيه اليوم. هل ده بالفعل ليه علاقه بالاجهاد الحراري؟ في ناس حست درجه حرارتها ارتفعت جدا فجاه خلال بقيه اليوم مش في نفس اللحظه. هو ممكن فعلا يكون اجهاد حراري كاحد الصور بتاعته، لان هو زي ما قلنا ممكن الواحد يحس بيه بعد ما يخلص الشغل مثلا، او لو هو كان بره فتره ورجع. وعشان كده دي حاجه مهمه جدا ناخد بالنا منها ونعملها كلنا في حياتنا في الفتره الحاليه لحد انتهاء موجات الحر الشديده. دايما كل شخص فينا مثلا لو هو الشغل بتاعه في شمس يفضل ان هو يلبس طاقيه بحيث ان هو يمنع التعرض لاشعه الشمس. يفضل لو انا ما فيش حاجه مهمه في الفتره الظهريه ما انزلش، لو هقدر ان انا اخد مواصلات من بدري بحيث ان انا ما امشيش كتير في الشمس ده الاحسن. ولازم ننبه على نقطه لازم نشرب ميه وسوائل بكميات كبيره. ولو درجه الحراره حراره الجسم ارتفعت نفس التعامل اللي حضرتك قلته، كمادات وبرضه ميه ساقعه بالظبط، دش بارد ونقعد في مكان فيه تهويه كويسه الى اخره. واهم حاجه طبعا ان احنا نشرب سوائل كتير وعصاير فريش، لان بكل بساطه لو افترضنا ان انا درجه الحراره بتاعتي عماله تزيد وعمال اعرق كتير، فانا لو عوضت السوائل اللي انا فقدتها والمعادن اول باول فخلاص مفيش مشكله. طب ايه درجه الحراره انا ممكن اقلق عندها؟ لو انا قست حرارتي ولقيت درجه الحراره ارتفعت عن كام ابتدي اقلق ولازم اروح مثلا مستشفى او اروح لدكتور؟ هو ممكن في حاجات تانية كتير اصلا تسبب ارتفاع درجه الحراره، زي العدوى بشكل طبيعي ممكن ترفعها مثلا درجه او درجه ونص فنلاقي ان درجه الحراره بقت 38 ونص. ولكن الاجهاد الحراري زي ما قلنا الجسم لسه قادر يواكب التغيرات، وهتفضل درجه حراره الجسم ما زالت مش هتعدي 37.2، لكن الصدمه الحراريه او ضربه الشمس هنلاقي درجات الحراره ممكن تفوق 40 درجه مئويه، وساعتها فعلا الشخص يستوجب عليه ان احنا ننقله لاقرب مستشفى عشان يقوموا باللازم معاه. طيب عايزين نقف مع حضرتك شويه عند الصدمه الحراريه او ما يعرف بضربه الشمس.
لو لا قدر الله الشخص ده اغمى عليه وانا موجود جنبه وفي حد يعني تعرض لاشعه الشمس بشكل مباشر مما ادى الى الاغماء، اتعامل معاه ازاي؟ ايه الاسعافات الاوليه؟ ايه اللي يخليني اقلق بسرعه؟ ايه الحاجه اللي ممكن تخليني اساعده عشان يفوق من الاغماء اللي هو فيه قبل نقله الى الطوارئ المستشفى؟ طيب دايما اول حاجه بنقولها افحص المكان، لان زي ما قلنا ممكن اكون انا الشخص الوحيد اللي يسعف الشخص اللي قدامي اللي مغمى عليه، فلازم اكون واخد بالي ان انا ما اتاذاش. مثلا لو هو واقع في الشارع مثلا وحواليه حاجات مضره او حواليه ازاز الى اخره، لا لازم الاول انقله لمكان سليم وانا اكون امن فيه. بعد كده ممكن ابدا اشوف النبض والتنفس، مش هنقول حاجات معقده ولكن بكل بساطه لو انا نزلت بخدي كده جنب بقه وحسيت ان في هواء بيطلع فده معناها ان النفس موجود. ممكن برضو اشوف النبض عنده بكل بساطه، لو انا حطيت صباعين هنا في النص عند تفاح القدم ونزلت وضغطت ضغطه شديده شويه هبدا احس النبض بتاعي. فهتاكد طالما في نبض ونفس سليم فانا كده هفضل مطمن عليه، وممكن افضل بس جنبه احميه من اي حاجه تانية لحد وصول الاسعافات، مع ان انا احاول ان انا اقلل الملابس اللي موجوده عليه عشان يبدا يفقد حراره اكتر. طب فرضا بقى الحاله الاسوا او السيناريو الاسوا ان ما فيش نبض او وكمان ما فيش تنفس، فساعتها هضطر ان انا اعمل السي بي ار او الانعاش القلب الرئوي، ان انا هبدا اضغط بقى في نص الصدر بحيث ان انا اساعد الشخص ان هو دي ليها طريقه معينه دكتور، لانه احنا بنشوفها كتير لكن اكيد ليها تكنيك معين. بالظبط، انا مبدئيا بضغط بالحته دي من كف الايد وبحط ايدي بالمنظر ده، ولازم كوعي يكون مفرود ما يكونش بضغط فين بالظبط؟ يعني المكان بضغط بالظبط هنا في النص ما بين في العظمه بتاعه القص في النص كده ما بين القفص الصدري. القفص الصدري، وابدا اضغط 30 ضغطه مع نفسين. طبعا لو ما فيش ماسك او ما فيش حاجه ممكن ما اعملش النفسين واكتفي بس بالضغطات لحد وصول الاسعاف، ده هيكون كافي جدا ان هو ينشر الدم لباقي اعضاء الجسم حتى لما الاسعافات تيجي. والاسعافات لما تيجي بقى بيكون معاهم وسائل حديثه اكتر واجهزه تانية هتساعد الشخص ان هو يستعيد وعيه بشكل صحيح. واتكلم على طول 1 2 3، عايزين نفكر الرقم ده لو في اي موقف تعرضنا ليه ومحتاجين لاسعافات اوليه، 1 2 3 مباشره هما بيقولوا تتعامل ازاي مع الحاله، وطبعا بيحصل انتقال الحاله دي الى الطوارئ او اقرب طوارئ في اي مستشفى. بالظبط، عايزين نبي على نقطه برضو في ناس بتخاف مثلا لو انا في جنب شخص مغمى فخاف اتصل يعتقدوا ان انا عملت حاجه. لا هو مفيش الموضوع ده خالص، هما بس بياخدوا البيانات عشان يتاكدوا ان فعلا الاتصال ده صادق وبيقوموا فعلا باللازم وبيوصلوا للمكان اللي فيه الحادثه عشان يتصرفوا بالشكل الصحيح. كل الشكر لحضرتك على كل المعلومات القيمه دكتور محمد عبد العزيز، مدرب الاسعافات الاوليه الدولي المعتمد. بشكرك شكرا جزيلا، وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك شكرا لحضرتك.